حديث الساعة. مرحبا بكم على إكسبريس اف ام، وما كنتوا تسمعوا فينا هذه حديث الساعة من توا حتى للماضي ساعة متاع القايلة كالعادة. سويعة من زمان رافقنا فيهم على يباشا على مستوى الإخراج، آدم المدب على مستوى الإخراج الرقمي. تنجموا تتفرجوا فينا على صفحتنا على فيسبوك إكسبريس اف ام. شنو يسنى فيكم اليوم في البرنامج ضيف الساعة؟ باش يكون السيد عماد الحمامي، النشط السياسي القيادي المستقيل من حركة النهضة والوزير الأسبق، باش يكون هو ضيف الساعة. نحكيو معاه على الأكتواليتي، نحكيو على الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء مجموعة من القضاة، الحوار الوطني، نحكيه على موقف سي عماد الحمامي من وجهة نظر رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالحوار الوطني والدستور، دستور الجمهورية الجديدة كما يطرحه رئيس الجمهورية. هذا وأكثر في حوارنا مع سي عماد الحمامي النشط السياسي والوزير الأسبق. لكن البداية باش تكون مع سي عبد المجيد بالعيد، شقيق الشهيد شكري بالعيد. نحكيه على الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبرحمي. إيش صار؟ كما كنت نحكي في فقرة إيش صار، باش يكون معنا بالتليفون سي عبد المجيد بلعيد، شقيق الشهيد شكري بلعيد. سي عبد المجيد مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك بمستمعيك. شكرا لك على التدخل معنا سي عبد المجيد. نحكي وعلى العديد من النقاط اللي جات في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد، منهم تحجير السفر. كانوا أعلنوا هيئة الدفاع أنه صار تحجير السفر على 34 متهم في قضية معرفة بالجهاز السري، منهم رئيس حركة النهضة سي راشد الغنوشي. نحكي على امتناع وزارة الداخلية حسب كلام هيئة الدفاع عن تطبيق 17 طلب قضائي لمد القضاء بملفات تتعلق بالاغتيالات. خليني نبدا معاك بنقطه اولى سي عبد المجيد، هل تعتبر انه الندوه الصحفيه هذه والكلام اللي جاء على لسان هيئه الدفاع هو تقدم في ولا تقدم نحو كشف الحقيقه فيما يتعلق بملف الشهيدين؟ شكرا. هو ولا مره هيئه الدفاع على الشهيدين عملت ندوه صحفيه وما جابتش جديد وبمؤيد. كل ما قامت فيه وكل ما قالته وكل التهم اللي وجدتها كائنا من كان إلا وكان بمؤيد. عكس خصومهم اللي في كل بعد ندوة صحفية تعمل هيئة دفاع يعملوا هما ندوة صحفية ويردوا بالكلام بركة بدون مؤيدات. هذا شيء. ما كشفته البارح هيئة الدفاع بالحق هو شيء مهم اختيارة. مثلا كي نحكيو على الحجر على السفر، راهو هذايا عنده مدة، لكن ما خذاش صبغة كبيرة وخرج الإعلام وولات الناس تتكلم عليه إلا لما مس شخص واحد اللي هو كان يعتبره فوق القانون. لما وقع حجر السفر على راشد الغنوشي، لكن قبله هو من أشهر كانت برشا ناس ومتهمين لك هذوكم طبعا ناس في درجه ثانيه. هذا يخص اللحظة. فيما يخص وزاره الدفاع، وزاره الداخليه عفوا، منح رفضها، راهو الرفض كان كتابيا للمحكمه وليس هيئه الدفاع. بمعنى هيئه الدفاع طلبت من المحكمه، والمحكمه راسلت وزاره الداخليه من تقريبا سنتين وهم يطلبوا يعاودوا ب 17 ملف تقريبا، والإجابة طبعا لا، لأن ما زالت، وأنا هذايا على مسؤوليتي الكاملة، ما زالت وزارة الداخلية ملغمة بناس ينتمون أو ملتزمين بأوامر وقرارات حركة النهضة. يعني ونحن نحكي اليوم على حكومة جديدة، وزير داخلية جديد، يعني اليوم تعتبر أنه ما زلنا، ما حسب تعبيرك أنت اليوم، يعني تحمل مسؤولية الوزير الحالي في هذا التقصير في النقطة هذه؟ أنا البارح وبعثت رسالة مباشرة في وسائل الإعلام، إذا كان ما ياخذش قرار حيني الآن في كل ما صدر في هيئة الدفاع البارح، وما يعاقبش أو يحيل أو يقاضي الناس اللي تلاعبوا وزارة الداخلية هالسنوات كلها، طبعا باش يكون اسم اتهام موجه له مباشرة. يعني قبلناها قبل 25 جويلية، كنا نقبل ذلك ونتفهم ذلك لأننا نعرف أنه حركة النهضة مسيطرة عليها، حركة النهضة مسيطرة على وزارة الداخلية. بعد 25 جويلية لا نقبل ذلك، وخاصة تحت إدارة
السيد توفيق شرف الدين. انت سي عبد المجيد اكيد كنت تابعت الندوه الصحفيه اللي جات ردا على الندوه الصحفيه لهيئه الدفاع عن الشهيدين. مدام زينب البراهمي الممثل القانوني لحركه النهضه كانت جوستومون على خلفيه الكلام اللي كنت سيادتك انت تحكي فيه واللي هو جاء على لسان هيئه الدفاع، اتهمت الهيئه بامتلاكها جهاز سري، وذلك على خلفيه تصريح عضو الهيئه الاستاذ عبد الناصر العويني بانه تمكن من الحصول على مجموعه من الوثائق السريه اللي تمت المحافظه عليها وحمايتها من 2015 الى 2018. هذه اتهام مباشر للهيئه اليوم من طرف الممثل القانوني لحركه النهضه. طيب احنا شوف هيئه الدفاع على الشهيدين كل تهم كانت مرفوقه بمؤيدات ورفع قضايا، يعني يقولوا فلان عنده كذا، ولما وش اسمع اتهام كائن من كان في حركه النهضه الا ويرفع قضيه ويقدم المؤيد. طيب لما قلنا جهاز ثم هناك جهاز سري لحركه النهضه وكذبونا وش اسمه واحد وزير الداخليه قال ما عناش ما ثماش غرفه سوداء و و و و اليوم راهو سيدي الكريم حاكم تحقيق 12 مشى هو وعينها وشمعها وحتى عليها كاميرا، دونك اصبحت تحصيل حاصل، ما عاد حتى واحد ماهيش حتى هيئه الدفاع يتكلم. القضاء اكد ذلك. طيب هما حسب كلامهم البارح عليهم ان يثبتوا ذلك. هذا من ناحيه. راي هيئه الدفاع قامت لقرب 9 سنوات بدور الشرطي اللي كانوا ما يحبوش يخدموا، ولا في الداخل اللي كانوا رافضين الخدمه بجديه في الملف، ثم ايضا قاموا بدور التحقيق، قلم التحقيق، ثم يعني اول اعتقد اول هيئه دفاع في الوطن العربي اذا كان مش في افريقيا كامله قامت بالشكل هذايا. معنى هي لو كان وزاره الداخليه ووزاره العدل اللي كانوا مسيطرين عليها في حركه النهضه ولا كل العموم لو كانوا خدموا خدمتهم باهيه، هيئه الدفاع ما كانش تسعى للحصول على اي وثيقه كانت. ثم واخت الدين هم واحد كي كنا كي نتهموهم يقولوا اخي برشا يشكيوا بينا. يا سيدي انا نقول برشا يشكيوا هيئه الدفاع، برشا يشكيوا عبد الناصر. ان كنت على ذلك. وانت تحكي سي عبد المجيد، مهم برشا باش نوضحوا للناس اللي تسمع فينا اليوم كيف نحكيوا على تحجير السفر على رئيس حركه النهضه. انت اشرت قلت اللي اليوم جاك رده فعل ربما من طرف هيئه الدفاع لانه تحجير السفر شمل ولمس رئيس حركه النهضه. في الندوه الصحفيه مدام زينب البراهمي تقول انه لم يقع الى حد الان اعلام رئيس الحركه بقرار تحجير السفر. انا نقول له برا يحاول يخرج تو، اتحدى اي واحد من 34 هذوما يمشي دول المطار ولا يمشي لاي جهه حدوديه يحاول يخرج. هذا يا شوف كانوا الفروض كانوا يجيبوا ما يفيد كتابيا، ما يفيد انهم ماهوش ممنوعين من السفر. انا اكدت القرار هذا خرج في مجموعه كبيره من جانفي وفيفري اللي فات. وما تكلم حتى واحد منهم بما فيهم راهم ناس مجموعات يتمينهم ناس من الداخليه اللي مرتبطين بهم. ما تكلموش عليهم. وفاش تكلموا لما تمس قائدهم. دونك انا نقول الوثائق كل شيء موجود وموثق ووزاره الدفاع ووزاره العدل في الندوه الصحفيه. زاد سي سامي الطريقي كان اشار الى انه التهمه الموجهه لرئيس الحركه راشد الغنوشي ماهيش هي التهمه اللي تم الحديث عليها في من طرف لجنه الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي. سي عبد المجيد وكانه اليوم يشير لانه فما نوع من المغالطه من طرف هيئه الدفاع فيما يتعلق حتى بنص التهمه، يقول لي ما فماش تهمه كيما حكاوا عليها هيئه الدفاع فيما يتعلق بالجهاز السري لهنا، وقال ما فماش تهمه من نوع هذا. طيب سيدي احنا كل ما نعاود نقولها مره اخرى، كل التهم اللي وجدتها البارح هيئه الدفاع البارح وحتى في المرات السابقه الا وقدمت مؤيدات، راهي مش لعبه، قدمت مؤيدات، راهو حاكم تحقيق 12 كي مشى وعاينه ان هناك جهاز سري. دونك هما عليهم يفرضوا العكس بالمؤيدات اللي كانوا يقدروا. راهي الاتهام والاكد، انا حضرت في كل ندوات قوية هيئه الدفاع نتاعنا ولا مره ومطلع بها الناس ولا مره اتهموا كائنا من كان الا لما تكون عندهم الدليل القاطع، وبالتالي
قول لهم هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. سي عبد المجيد، في علاقه بالنقطه اللي حكينا فيها في علاقه بوزير الداخليه الحالي، قلت لازم يتصرف بشكل حيني ويحاول انه يصلح الامور. انا الحقيقه السؤال اللي يطرح لربما الناس اللي تسمع فينا سي عبد المجيد، نحكيه على اشهر اليوم سي رضا شرف الدين على راس وزاره الداخليه، ماذا يعني حسب رايك انت، ماذا يعني اليوم انه الى اليوم ما زلت تعمل انت نفس لو كونستا وتقول انه اليوم ما زال فما تنفذ لحركه النهضه في وزاره الداخليه؟ حقيقه هذه والله هي صدق بعد 25 جيل وبعد راس السيد بفيق شرف الدين وزاره الداخليه ويسمعوا بالاشياء هذه اللي راهو هذا حطوه عند تقريبا عامين والمحكمه صوت الحكمة هذيك وطالبت بالوثيقة هذية. واليوم سي شرف الدين بكل صراحة في الموضوع هذايا نقطة استفهام كبيرة. ماذا يعني هذا؟ شنو معناها نقطة استفهام سي عبد المجيد؟ ميساج خلينا نوضحوا للناس اللي تسمع فينا. اي المفروض يكون على علم، والمفروض يكون حتى قرار، والمفروض يكون عاقبة الناس اللي ارتبطت واللي ربما تكون ما زالت مرتبطة بحركة النهضة. احنا راهو كلامنا واضح. إذا كان ما يعلمش فهي تامة وهي مصيبة. دونك وهو إذا ما هوش مكانه. وإذا كان يعلم وتستر فهي تامة الكبرى وعليه أن يتحمل مسؤوليته كاملة. واضح. نختم معك في علاقة بالمرسوم عدد 35 المتعلق بإتمام المرسوم عدد 11 أحداث المجلس الأعلى للقضاء والأمر الرئاسي اللي فيه جاء فيه نص إعفاء لمجموعة من القضاة، والمسألة متاع الشهيدين وقضية الشهيدين بالعيد والبراهمي، هيئة الدفاع كانت ديما تحكي على إشكالية على مستوى القضاء، رئيس الجمهورية كان يحكي على القضاء. من وجهة نظرك أنت اليوم خطوة رئيس الجمهورية نحو إعفاء 57 قاضي تعتبر نقطة إيجابية في علاقة بكشف الحقيقة في ملف الشهيدين بالعيد والبراهمي؟ إيجابية إلى أبعد الحدود، ومش في قضية الشهيدين برك، في تقريبا نقول لك حتى في استقرار الوضع في ذاك كل، لأنه كان ذكر الشهيد رمز القائد شكري بريد كان يقول ضمانة الضمانات لاستقرار البلاد هو القضاء العادل المستقل. احنا اللي كنا نروح نسير شوي مش برشا، وقت اللي نوردين البحيري طرد مجموعه من القضاة وقال هي القائمه الاخرى من في شيبي، وبعد مده القضاة هذوما شكاوا المحكمه الاداريه وانصفتهم وارجعتهم، ومع ذلك ما رجعوش ما خلاهمش. اليوم رئيس الدوله كل الاسماء اللي هبطت لها قضايا والملفات حاضره، بمعنى ما تردش واحد على خاطر شافوه مصوروه في تويتر شاف دبو جبيره، هذا لازم تورطوا في الفساد والرشوه وتخافي على تسيطر على الارهابيين. واحد دونك اللي عمله السيد رئيس الدوله انا اعتقد هي البدايه الحقيقيه لتعافي القضاء التونسي. واضح. شكرا لك سي عبد المجيد بالعيد، شقيق الشهيد شكري بالعيد. كنا حكينا على اخر التطورات فيما يتعلق بملف الشهيدين. اليوم اللي نفهمه من كلام سي عبد المجيد انه يعتبر انه اولا عدم تصرف ربما، والا اذا كان ما كانش فما رده فعل من طرف وزير الداخليه الحالي تطرح نقاط استفهام بالنسبه لشقيق الشهيد سي عبد المجيد بالعيد. يقول لك اليوم رئيس الجمهوريه ماضي قدما في اصلاح القضاء، ولكن وزير الداخلية تطرح عليه أكثر من نقاط استفهام فيما يتعلق بالتصرف وإلا تخليص حسب وجهة نظره هو وزارة الداخلية من براثن حركة النهضة، كما هو يعتبر حسب رأيه، ويعتبر زاد أنه إعفاء مجموعة من القضاة خطوة مهمة نحو إصلاح القضاء. احنا مازلنا واصلين معكم حتى للماضي ساعة متاع القايلة، نقاط هذوما وأكثر باش نحكي فيهم بعد شوية مع ضيفنا سي عماد الحمامي الناشط السياسي والوزير الأسبق.